شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من القلب وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول العائلة. هنالك كلمة معروفة تقول إن اللبنة الأولى في بناء المجتمع هي العائلة. المجتمع يتكون من مجموعة من العوائل، فإذا كانت هذه اللبنات لبنات سليمة كان المجتمع سليما، وإذا لم تكن هذه اللبنات سليمة المجتمع لا يكون سليما. ولكننا نريد أن نشير إلى نقطة أخرى، وهذه النقطة هي أنه كما أن العائلة تشكل اللبنة الأولى في بناء المجتمع، كذلك تشكل الحصن الأخير للمجتمع. قديماً كانت هنالك قلاع، هذه القلاع أحيانا كانت تنهار واحدة بعد الأخرى، ولكن متى كانت الأمة تهزم؟ إذا هزمت القلعة الأخيرة. إذا القلعة الأخيرة تهاوت يعني الأمة انتهت. الأجانب والكفار خلال هذه الأعوام من 100 عام إلى هذا اليوم جاءوا إلى هذه القلاع التي كانت لنا، وهدموها الواحدة بعد الأخرى.
ولم تبق عندنا إلا القلعة الأخيرة. وهذه القلعة الأخيرة هي العائلة. الحكومات غالباً مو بيد المتدينين، الإعلام غالباً بيد الآخرين، الجرائد، المجلات، المناهج التعليمية، هذه كلها بيد الآخرين. إحدى الأشياء إذا أنتم تقارنون بين المنهجين، المناهج الموجودة في بلادنا والمناهج الموجودة في المجتمعات الغربية، أخذوا المنهجين قارنوا فيما بينهما. المناهج الغربية تشد الطالب الغربي إلى تاريخه، تجعله يعيش التاريخ، تجعله يعيش الانتصارات التاريخية. ولكن قارنوا مناهجهم بمناهجنا. مناهج المناهج التعليمية الموجودة في بلادنا، الحضور التاريخي فيها ضعيف جدا. ولذلك هذا الطالب عندما يتخرج فهو ضعيف الارتباط بقادته ورموزه، هذه قضية مخططة. فأخذوا منا جميع هذه القلاع. ما هي القلعة الأخيرة التي بقيت؟ القلعة الأخيرة التي بقيت قلعة العائلة. إذا هذه القلعة سقطت يعني الأمة انهارت. في داخل العائلة توجد هنالك مجموعة من الروابط. نحن في هذه الليلة نشير على وجه الإجمال إلى رابطتين، هاتان الرابطتان ينبغي علينا نحن أن نفكر فيهما. إذا هاتان الرابطتان كانتا رابطتين سليمتين، هذه القلعة الأخيرة تبقى لنا. الرابطة الأولى وهي رابطة مهمة جدا، رابطة كل من الزوجين بالآخر. كيف يجب أن تكون رابطة الزوج بزوجته؟ وكيف يجب أن تكون رابطة الزوجة بزوجها؟ هذه القضية تحتاج إلى تأمل. أنا أذكر لكم في هذا المجال خمس كلمات، هذه الكلمات تبين جوانب من هذه الرابطة. الكلمة الأولى، الله تعالى يقول في القرآن الكريم: وجعل بينكم مودة ورحمة. علاقة الزوجين يجب أن تبنى على قاعدتي المودة والرحمة. المودة جدا مهم. طبعا هذا مثال
ولا نقصد هذا المثال بحرفيته. الشاعر يقول: ما ترجمته المودة تحول الأشواك إلى ورود. أنتوا عندكم علاقة بأشياء مادية، عندكم علاقة بسيارتكم، علاقة مادية، علاقة عملية، عندكم علاقة بهذا البيت الذي يظلكم، هذه علاقة عملية، ولكن لا توجد هنالك علاقة عاطفية بيننا وبين الأشياء عادة. العلاقة المادية، العلاقة العملية لا تكفي لإنجاح العائلة. العائلة يجب أن تبنى على قاعدتي المودة والرحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة الحب، ولعله هو الحب المظهر، إظهار الحب. أكو بعض الأفراد يحبون ولكن لا يعرفون أن يعبروا عن حبه. أكو في الأحاديث: إذا تحب أخوك المؤمن قل له أحبك. الآن ربما هذا التعبير ربما لا يكون مطلوبا في بعض الأحيان، ما يؤدي هذا التعبير. أظهر أنك مشدود إلى أخيك المؤمن. الدين يحب أن تكون العلاقات الاجتماعية قائمة على قاعدة الحب والمودة، وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه الكلمة الأولى، الرحمة. المرأة في حالة ضعف أو الرجل في حالة ضعف، الله تعالى جعل الحياة بشكل كل واحد منا يمر بفترة ضعف. في عهد الشيخوخة وهذا واضح، ولكن حتى في عهد الشباب الفرد يمر بمراحل ضعف. الرحمة يعني أن تشفق على ضعفه. الشيخ عبد الكريم الحائري رحمة الله عليه، الذي كون هذه الحوزة العلمية في قوم، عالم، مرجع، له أعمال، مشكلات، إدارة حوزة قضية مشكلة جدا. كان عنده امرأة مقعدة، كان يخدمها بنفسه، هو كان يخدمها، ما جاب لها خادمة حتى تخدم، هو كان يباشر خدمتها. في قوم في الليالي كانوا يصعدون إلى السطح، وفي الظهر يذهبون إلى السراديب تحت الأرض، لأن هاي المكيفات ما كانت موجودة، فكان يحملها على ظهره ويصعد بها إلى السطح وينزل بها إلى السرداب. هذا مظهر من مظاهر الرحمة. هذه الكلمة الأولى. الكلمة الثانية، أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول في حق سيدة نساء العالمين صلوات الله عليه: فوالله ما أغضبتها ولا أغضبتني. زوجان يعيشان 10 أعوام أو أكثر أو أقل، ولا مرة واحدة لا الرجل يغضب زوجته ولا المرأة تغضب زوجها. هذا منهج لنا. هذه الكلمة الثانية.
الكلمة الثالثة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول لابنته سيدة نساء العالمين: لا تطلبي من زوجك شيئا. أنا قبل حوالي شهرين ذهبت إلى رجل طاعن في العمر، توفيت زوجته في قم ونقلت إلى العتبات المقدسة في العراق. الرجل يمكن في حوالي 80 من العمر، كان يبكي وهو ينقل لي هذه القضية. كان يقول: هذه زوجتي ما كانت تطلب مني شيئا أبدا أبدا، كلما أقول لها ماذا تحتاجين، أشتري لك شيئا، ما كانت تقول شيئا. يعني لنفكر أن هذا فقط للصديقة الكبرى صلوات الله عليها، هذا تعليم عام لجميع المؤمنات. بل عندنا في الأحاديث حديث عجيب أن النبي صلى الله عليه وآله بايع أصحابه. هذا الشيء أنا أقوله وأنتم تسمعون، إذا تطبقوا أسبوع واحد تعرفون مدى صعوبته. بايعهم على ألا يطلبوا من أحد شيئا. الرواية في البحار موجودة، أنتم قاعدين على المائدة والماء في الطرف الثاني، ما تطلبون من ذلك الطرف أن يعطيكم الماء، وإنما تقومون وتدورون حول المائدة وتشربون الماء. طبقوا هذا الشيء لمدة أسبوع واحد، أن لا تطلبوا من أحد شيئا. شوفوا كم هو مشكل. النبي بايع المؤمنين على ذلك بيعة. وفي حديث آخر مذكور في بحار الأنوار أيضا أنه النبي صلى الله عليه وآله ضمن لقوم الجنة على ألا يطلبوا من أحد شيئا إطلاقا. ولذلك واحد منهم كان راكب على دابته، كان يسقط شيء منه، أكو واحد على الأرض ما كان يطلب منه أنه ناولني هذا الشيء، كان ينزل من دابته ويأخذ هذا الشيء بذاته. الشيخ محمد تقي قائد ثورة العشرين رحمة الله عليه يقولون: ما كان يطلب من أولاده أو من عائلته شيئا، حتى إذا كان مريض، مريض يحتاج إلى دواء، ما كان يطلب من أحد شيئا. هذه القاعدة الأخلاقية التي تبنى عليها الحياة العائلية. هذه الكلمة الثالثة. الكلمة الأولى: وجعل بينكم مودة ورحمة. الكلمة الثانية: فوالله ما أغضبتها ولا أغضبتني. الكلمة الثالثة: أن لا تطلب من علي أمير المؤمنين شيئا. الكلمة الرابعة: الإمام الباقر صلوات الله عليه يقول في حديث: لا شفيع للمرأة أنجح عند ربها من رضا زوجها. هو هذا الرجل الشيخ الكبير الطاعن في العمر كان ينقل لي
بعد وفاة زوجته قال بين فترة وأخرى زوجتي كانت تسألني أنت راضي عني أو لا. لا شفيعة للمرأة عند ربها أعظم أو أفضل أو نحو ذلك من رضا زوجها. وعلي صلوات الله عليه أمير المؤمنين عندما وقف على قبر الصديق الكبرى أو نحو ذلك لعله بالمضمون قال اللهم إني راض عن بنت نبيك. كلش مهم. الكلمة الأخيرة ما قاله الإمام السجاد صلوات الله عليه في رسالة الحقوق، هذه من مفاخرنا، إحنا هواي عندنا مفاخر يمكننا أن نعرضها على العالم، واحد منا هذا الكتاب. الإمام صلوات الله عليه ذكر أن من حقوق المرأة على زوجها وتكرمها إكرام، إذا جاء عندكم ضيف كيف تكرمونه؟ إكرام، إذا عندكم ضيف جاء إلى بيتكم كيف تكرمونه؟ من حقوق المرأة على زوجها أن يكرمها. هذه خمس كلمات تبين الرابطة التي ينبغي أن تكون بين الزوجين. إن شاء الله نحاول أن نبني عوائلنا على ذلك. الكلمة الثانية، الرابطة الثانية، وهي رابطة مهمة جدا، الرابطة بين الوالدين والأولاد. كيف تكون هذه الرابطة؟ إذا تراجعون نهج البلاغة لأمير المؤمنين صلوات الله عليه له كلمة يخاطب ولده يقول فبادرتك بالأدب، وقبل هذه الكلمة يقول وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته. هذه صفحة بيضاء، كل ما تعلمون ولدكم يتعلم. هذه النماذج العظيمة اللي عندنا في التاريخ، هؤلاء الأولياء العظام اللي عندنا في التاريخ منو كانوا؟ غالبا كانت عناية الأبوين، عناية الأب، عناية الأم. وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلت فبادرتك بالأدب قبل أن يشتغل لبك ويقسو قلبك. القلب شيئا فشيئا يتحول إلى قلب قاسي والعياذ بالله. اللب يعني العقل يملأ. أنتوا تظنون هذه أفلام الكارتون ماكو هنالك توجيه وراءها، كلها موجهة وكلها مخططة، تخطيطك وراءها تملأ هذه العقول. قبل ما عقل يمتلئ بهذه الأشياء أنتوا املأوا.
هذا الشيء كان عند آبائنا أجدادنا قبل ما ينامون، في كل يوم كانوا يعلمون أولادهم شيئا، يذكرون له قضية من التاريخ، يشدونه بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، يشدونه بأهل البيت، يشدونه بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله. هذا كان يطلع والح بأهل البيت، محب. قبل أن يشتغل لبك ويقسو قلبك. كان رجل، ما أذكر خصوصيات الرجل وبلده، الرجل جدا متدين، كان ينقل عنه أنه نافلة الليل لم يكن يتركها إطلاق، كل يوم قبل أذان الفجر كان يطلع من بيته بفترة طويلة، وكان يأتي إلى مكان، ما أذكر خصوصيات المكان، وكان يصلي في الحار، في البرد، في المطر. كان مقيد بالصلوات الثلاث جماعة وفي الصف الأول وخلف الإمام مباشرة. عندنا في الحديث: لا عبرة بالنوافل إذا أضرت بالفرائض. أكو بعض الأفراد يشتغلون بالنوافل ويتركون الفرائض. طبعا إذا واحد يتمكن يجمع فهو الأفضل، تربية الأولاد من الفرائض. هذا كان الرجل المتدين مشتغل بالنوافل وتارك الفرائض، ومن هذه الفرائض تربية أولاده، كان تارك أولاده، ولذلك كان ينقل عنه أنه أولاده كلهم بعيدون بعداء، ما كانوا يشاهدون في المجامع الدينية، في المساجد، في الحسينيات. توفي هذا الرجل ونقل من بلده إلى العتبات المقدسة في العراق. قبل أن يدفن رآه أحد علماء الدين في عالم الرؤيا، فقال ذلك الرجل: قالوا لي في هذا العالم، يعني في عالم الآخرة، أنت كنت خوش رجل متدين، ولكن ما كنت تفهم الدين. مضمون الكلام: رجل متدين ولكنه لا يفهم الدين. المتدين الذي يترك أولاده، لا يعتني بأولاده، هذا لا يفهم الدين. الحقيقة وقاية الأولاد هذه من أهم الفرائض. وأشير إلى نقطة أخيرة وأختم: إحنا لا نفكر أنه لو صرفنا وقت على أولادنا هذا ينفع آخرتنا فقط، وإنما هذا ينفع دنيانا أيضا. الإبن الذي لا دين له لا تأمنونه على دينار واحد، تأمنون
اللي ما عنده دين، واحد يأمن ما يأمن. أنقل لكم قضيتين متقابلتين، إحداهما في طهران والثانية في قوم. وأختم. القضية الأولى في طهران، رجل ملاك عنده ثروة ضخمة وعنده من الأراضي حوالي 300,000 متر، وله ولد وحيد، ابن وحيد. هذا الابن يذهب إلى الطبيب ويقول له: أنا أعطيك 40 مليون تومان أو 50 مليون تومان، الترديد مني، لقاء خدمة واحدة. تفضل، هذه الخدمة أن تقتل أبي، أن تقتل والدي، تخلي سم في أكله حتى يقتل. ليش؟ حتى هذه الثروة كلها تنتقل إلى هذا الولد العاق. الطبيب كان عنده ضمير وجدان، فجاء إلى الأب وأخبره بالقضية ورفض العرض. الأب متأثر جدا وحرم ابنه من جميع ميراثه بطريقة قانونية. هذا النموذج الأول في طهران. النموذج الثاني في قوم، نموذج مقابل. كان عندنا طبيب دكتور في قوم، أول ما إجا إلى قوم كان موظف في مكان، وكانوا يعطونه راتب كل شهر، وكان له والد طاعن في العمر. إحنا نظن إذا جئنا وقدمنا خدمة متواضعة لأبينا لأمنا، جلبنا لهم هدية، صنعنا كل شيء، هذا الدكتور الطبيب المربى عندما كان يأخذ الراتب، كان يأخذ الراتب كله ويأتي عند والده ويضع المال كله أمامه، يقول: هذا المال مالك، تصرف فيه كما تحب. الأب كان يأخذ مقدار من المال ويعطي البقية لولده. عندكم هالشكل موظف؟ إن شاء الله عندكم كثير. التربية الدينية هكذا تصنع. فإذا إحنا تعبنا على أولادنا لا نرى النتيجة في الآخرة فقط، وإنما نراها في هذه الدنيا. نحن هذا الحصن الأخير وهو العائلة. ينبغي علينا أن نحاول أن نبنيه على قاعدة أخلاقية وتربوية متينة. إحدى الأشياء المهمة جدا ما تقومون به الآن، أخذوا أولادكم معاكم، أخذوهم إلى مشهد، أخذوهم إلى العمرة، أخذوهم إلى الحاج. أحد الإخوة في الكويت كان يقول لي: أنا أخذ أولادي للعمرة، أولاد الصغار. تعلمون أن العمرة والحاج مشرعة حتى للطفل، طفل اللي عمره يوم واحد فقط، قارين بالفقه. يعني إذا ولد لكم مولود عمره الآن يوم واحد أو ربع يوم،
هذا مستحب لكم أن تلبسوه ملابس الإحرام وتحجونه حجا كاملا. تلبسوا ثوب الإحرام، اتودوا إلى مسجد الشجرة مثلا، تقولون بالنيابة عنه لبيك اللهم لبيك، ثم تذهبون وتحملونه وتطوفون به حول بيت الله الحرام، ثم تصلون عنه ركعتي الطواف بالنيابة عنه، ثم تأخذونه وتسعون به بين الصفا والمروة، ثم تأخذون شيئا من أظفاره مثلا، ثم تطوفون به طواف النساء حول بيت الله تشيلوا مثلا، ثم تصلون عنه ركعتين. شوفوا الدين شلون يلاحظ حتى الطفل اللي عمره يوم واحد أو أقل من ذلك. هذا الشاب كان يقول أنا أطفالي الصغار أخذهم إلى العمرة وأجعلهم يعتمرون، ثم أخذهم إلى الآثار التاريخي إلى غار حراء وأشرح له شنو معنى غار حراء، إلى أحد وأشرح له موقعة أحد، إلى بيت الأحزان مثلا وأشرح لهم ما هو معنى بيت الأحزان. هذا الطفل من الآن يتربى في هذه الأجواء، ينشد إلى قادته الواقعيين. انتوا إن شاء الله كثروا، أخذوا الأولاد حتى الصغار منهم، أخذوهم إلى مشهد، أخذوهم إلى العمرة، أخذوهم إلى الأردن، هنالك مرقد جعفر ابن أبي طالب صلوات الله عليه أخو أمير المؤمنين، أخذوهم إلى القاهرة المراقد الموجودة مالك الأشتر محمد ابن أبي بكر، أخذوهم إلى أذربيجان اللي كانت تحت نفوذ الاتحاد السوفيتي، أخت السيدة المعصومة صلوات الله عليها مدفونة في أذربيجان ولها مرقد عظيم ولها كرامات عجيبة، والحكومة الشيوعية قاومت هذا المرقد بكل قوة وما تمكنت، لها قضايا عجيبة. هذه الأشياء إن شاء الله تخلق لكم قرة أعين، والذين يقولون هذه من صفات عباد الرحمن، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تشملكم وتشملنا جميعا عناية كريمة أهل البيت وعناية الإمام الرؤوف الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه في هذه السفرة إن شاء الله. خذوا منهما جميع الحاجات الدنيوية الأخروية الفردية والاجتماعية، كرماء جدا، وكرمهم شعبة من كرم الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من هذا المنهل العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس التي بالكلمات فأنارت الأفهام
الظلام وبين نور.